على مستوى وطني، فلا بد لنا كمجلس أن نسجل الانتصارات العظيمة التي يسجلها بلدنا كل يوم على الساحة الدبلوماسية بخصوص وحدتنا الترابية، سواء في المحافل الدولية أو من خلال تأييد الحل المغربي للأزمة المفتعلة أو من خلال ترسيخ البعد الإقليمي والقاري للمناطق الصحراوية في إطار البعد الاستراتيجي الذي أراده لها صاحب الجلالة نصره الله وأيده. تتقدم دراسات متعلقة بعدد المشاريع المهمة المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية بشكل جيد ومرضي، سواء تعلق الأمر بمسائل التقنية أو التمويلية أو القانونية، ومن المنتظر أن نمر مباشرة لمراحل التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالقطاع الفلاحي أو الطرق المصنفة أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغيرها. أيتها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، نشكر كل من ساهم في تنظيم ونجاح المناظرة الجهوية للرياضة التي أثبتت بالممارسة الطريقة الجديدة لتحقيق هذا القطاع الحيوي وتسييره وتهيئته وبقيه على مستوى جهتنا وفق مقاربة تشاركية وفعالة. 50 نقطة تتوزع على 8 محاور أساسية يمكن تلخيصها كالتالي: نحو مرتبط بالجاذبية والتنافسية الترابية لخلق التنمية والاندماج الاقتصادي كسبيل لتحقيق اندماج اجتماعي. محور مرتبط بالتهيئة الحضرية وتجهيز العديد من المدن الجهة. محور مرتبط بالبيئة والمياه، سواء حماية الفيضانات والحفاظ على الثروات المتنوعة من خلال تخفيف وقع الإجهاد المائي على أقاليم وجماعات الجهة. محور مرتبط بالمسابقة على مشاريع الشراكة في نطاق متعددة الجدوى وإنجاز المشاريع المبرمجة. ومحور مرتبط بمحاربة الهشاشة من خلال تجهيز بنية تحتية الأساسية التي تضمن العيش الكريم للمزاولين مهامهم على اتفاقية شراكة لإعادة استعمال المياه العادمة لاستخدام المساحات الخضراء بمدينة الحسيمة. النقطة الثانية: دراسة ومسابقة على مشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية الخاصة بإنجاز مركز التمر وتتميم النفايات بإقليم تكوى وتسكين وإغلاق المطرح الحالي لتكوى. الموافقون مستعدات المعارضون الأحد. اتفاقية الشراكة من أجل إنجاز دراسات جدوى التصميم الأولي لرؤية مستقبل للخدمات السكن الحالية البحرية بمدينة طنجة والجهة. الموافقون نفس العدد. استدامة ديال النمو والتشغيل والحفاظ على المناصب الموجودة الآن موجودة أكثر بس مدن خصوصا مدينة طنجة، كذلك تحديات كبيرة في مجال التعليم، تحديات كبيرة في مجال سنقول هذا الشيء تعلق بالنمو. طنجة كبرت واحد الدرجة بجدة، يمكن لما تفعل مجهود كبير لإيثار في السنوات المقبلة اللي يقدر يكون على تأثير سلبي في المجالات اللي لا تأثير ولا تنقل ولا مجالات أخرى. هاد الدور الرابع مهمة جدا، العدد ديال النقاط كبير تقريبا 43 اتفاقية اللي ما يناهز مليار ديال الدرهم تسمون من هاد الجهة 40% ماشي 50%. يمكن نتوقع ان ان شاء الله المساهمة الشركاء تكون اكثر باش كل درهم ديال الجهة يجيب لنا واحد المبلغ اهم. على اي حال هذا محور اشتغال كنستغلو عليه مع السيد الرئاس والسيد الرئيس عفوا ومختلف يعني مكونات المجلس يوميا. كذلك اللي مهم جدا في هذه الاتفاقيات انها حاولت تغطي مختلف اقاليم الجهه. كل اقاليم الجهه عندها واحد مجموع اتفاقيات ما راح تسيبها. نشكر المجلس والرئيس على هذا الطلب ديالو في هذا المجال هذا.